إبراهيم عبد الكريم حمزة لشيقر الجعفري، ولد في عام 1947 في محافظة كربلاء، حاصل على شهادة البكالوريوس في الطب من جامعة الموصل عام 1972. انضم إلى صفوف حزب الدعوة عام 1966، غادر العراق إلى سوريا عام 1980 ومن ثم إلى إيران. شارك في تأسيس المجلس الأعلى عام 1982 في إيران، غادر إلى بريطانيا عام 1990. في عام 1992 شارك في تأسيس المؤتمر الوطني المعارض، عمل مرشدا دينيا لأداء مناسك الحج والعمرة حمل دار باللهجة العراقية. بعد الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003، كان الجعفري أول من تولى رئاسة مجلس الحكم الذي شكله الاحتلال الأمريكي. في عام 2005 انتخب رئيسا للوزراء. شهد العراق في عهد الجعفري صراعا طائفيا، خاصة بعد تفجير المرقدين العسكريين في سامراء عام 2006. وبعد التفجير رفض الجعفري إعلان حالة الطوارئ في العراق، حيث بلغ عدد القتلى من العراقيين بحسب الأمم المتحدة في عهد الجعفري عام 2006 29,451. بحسب الأمم المتحدة، استمرت عمليات القتل الطائفي والتعذيب الشديد ضد المدنيين في أنحاء البلاد. كشف مستشار الأمن الوطني السابق موفق الربيعي معلومات تحدث فيها عن دور رئيس الوزراء الأسبق إبراهيم الجعفري في الحرب الأهلية التي أعقبت تفجير المرقدين العسكريين في سامراء عام 2006. كتبت له، قلت له أنه يجب أن نعلن حالة الطوارئ ونعلن منع التجول في كل أنحاء العراق وخصوصا بغداد. طيب. وخصوصا مناطق التماس بغداد وديالة وصلاح الدين. شنو كان وجنوب بغداد؟ شنو كان رد الدكتور الجعفري؟ قال ماكو داعي. ماكو داعي؟ يعني ما اقتنع، حقيقة ما اقتنع. خلال أقل من سنة على تولي الجعفري لرئاسة الحكومة، قررت القيادة الأمريكية أن الجعفري لا يصلح أن يستمر في رئاسة الحكومة، فاستبدلته بنور المالكي. في عام 2014 تولى الجعفري حقيبة الخارجية، وقد وصف برلمانيون وسياسيون وزارة الخارجية في عهد الجعفري بوزارة العائلة. شملت التغييرات في عهد الجعفري وتحديداً في عام 2017 نحو 500 موظف ودبلوماسي، واستبدلهم بأقربائه وأعضاء من حزب الدعوة ومن الشخصيات المقربة من إيران على وجه التحديد. من أبرز من عينهم الجعفري في الخارجية من أقربائه مدير مكتب الوزير حق محمد الحكيم، وهو والد زوجة ابن الجعفري، صهر الجعفري مستشاره الخاصة، أولاد أشقاء الجعفري، وهم يمسكون بمفاصل الوزارة، وهم كل من ليث حسن الإشيقر، ضرغام حسن الإشيقر، ياسر حسن الإشيقر، وسام ليث حسن الإشيقر، محمد ليث حسن الإشيقر، وجعفر صادق باقر الإشيقر، أحفاد الجعفري. في يونيو 2017 أقصى الجعفري 40 دبلوماسيا في وزارة الخارجية ليسوا من حزب الدعوة، جلهم من المكون السني، في خطوة عدها مسؤولون وسياسيون بأنها تهميش وإقصاء طائفي. خلال عام 2016 خلف وزير الخارجية الجعفري الإجماع العربي في اجتماعات ومؤتمرات عدة، أبرزها رفض العراق إدانة استهداف الحوثيين لمكة المكرمة بالصواريخ، رفض إدانة تدخل حزب الله في سوريا، التحفظ على الفقرة الثالثة باجتماعات الجامعة العربية حول تدخل إيران السلبي في الدول العربية. في عام 2017 قالت وزارة الخارجية حراكاً سلبياً موجهاً ضد دول عربية وخليجية ساندت فيه مواقف إيرانية عدة، فضلاً عن تحول العراق إلى بيئة حاضنة لحركات إرهابية تهدد أمن الدول العربية، أبرزها الحوثيون ومطلوبون للقضاء في البحرين، فضلاً عن شخصيات سعودية وكويتية وجميعها تحت طابع طائفي. وأنتم كان لكم شرف المبادرة بدعم قضية اليمن. اتهمت لجنة النزاهة البرلمانية الجعفري بالفساد المالي والإداري والقانوني في إدارته لوزارة الخارجية. وعلى الرغم من استدعاء البرلمان لجلسة استجواب لوزير الخارجية إبراهيم الجعفري على خلفية تهم فساد، إلا أنه وبحسب مسؤولين في الحكومة
فإن فيتو إيران وضغوطاً من حزب الله ألغت استجواب الجعفري. بحسب لجنة النزاهة البرلمانية فإن الجعفري غير مؤهل لإدارة وزارة الخارجية حسب الشواهد الكثيرة التي تؤكد ذلك. في سبتمبر 2016 كشفت مصادر برلمانية بالوثائق أن الجعفري ادعى أنه مريض نفسياً أثناء حصوله على الجنسية البريطانية عام 1994. كما كشف موفق الرباعي أن عالم أعصاب واستشاري بالطب النفسي في بريطانيا طلب أن يبتعد الجعفري عن العمل بسبب ارتباك التفكير والنسيان. منذ أكثر من سنة ومن أجل أن أنصحه أن يبتعد عن العمل العام ويتقاعد عن العمل السياسي بسبب علامات مبكرة لفقدانه الذاكرة وارتباكه في التفكير، وذلك بعد أن نصحني أحد أصدقاء الدكتور جعفر المقربين جدا وزميل للدراسة معه، وهو الآن عالم أعصاب واستشاري في الطب النفسي في بريطانيا. نصحني وطلب مني أن أوصل إلى الدكتور جعفر رسالته أن يبتعد عن العمل العام. إيران تشكل منابع المياه، منابع المياه لدجلة والفرات، ونحن أيضا ننفتح على داعش بكل أعضائها، وننفتح خارج داعش على أي دولة تقدم مساعدة للعراق. ينحاز بحيث لا يتناول مفردات الواقع كما هو، بل يحاول أن يضخم ما يشتهي ويقلص ما يشتهي. سينتحل في المجتمعات الكونفوشيوسية صفة كونفوشيوسية، وسيبقى السيد جلال الطالباني موقفا وطنيا عراقيا واحدا. أتمنى له كل الموفقين. جاوبني أنت ليش صارت؟ أنت ليش صارت أنت؟ استمرار وين هو؟ وين المترجم؟ يسوع. شلون تقيم دور أبو أحمد اليوم بوزارة الخارجية؟ أتعس وزير خارجية في تاريخ العراق. إلى هذا المستوى؟ نعم إلى هذا المستوى. ماكو ولا إيجابية؟ أبداً. انظر إلى هي، أين هي الإيجابية؟ طلع لي إيجابية واحدة. إيجابية شايف لك أصلاً هذا ما يعرف شنو وزارة الخارجية. أنت شايف وزير خارجية لما يريد ينطي رأي الدولة يطي رأي فلسفي في قضايا معينة؟ يملك الجعفري العديد من الممتلكات والقصور خارج العراق في لندن ودبي وغيرها. أننا نعرف جيدا أن الأخ الدكتور جعفري كان يأخذ المعونات الشهرية من الرعاية الاجتماعية عندما كان في لندن، وكانت الحكومة البريطانية تدفع له إيجار بيته. من حقنا نسأل من أين لك هذه الأملاك في لندن وفي دبي الآن؟ مجرد سؤال. قال الجعفري عن نفسه في سيرته الذاتية: استطاع الجعفري أن يحقق منجزات كبيرة خلال 7 أشهر من حكمه، بالبدء بوضع المشاريع التنموية الواسعة للنهوض بالبنى التحتية المنهارة وتجاوز التركة الثقيلة التي خلفها النظام المقبور على صعيد التعليم والصحة والجيش والشرطة والنقل والاتصالات ومؤسسات حقوق الإنسان والمجتمع المدني. للجعفري العديد من المؤلفات، ومنها إنجازات حكومة الجعفري في 7 أشهر: الفن نبضة الحياة، لغد أفضل، المخاض العراقي، نظرية العلاقة الزوجية. إذا سكت الآخرون عن دكتاتور البحرين سيتمادى وسيأخذ درسا من ذلك. لا نزعم أن الحكومة حكومة ملائكة بالأفراد، لكنها حكومة ملائكية بها صفة ملائكية. أنا لا أخاف أحد ولا أطمع بأحد، بايعهم خلص، ما يعرفني خلي يعرفني. على المرشح إبراهيم الجعفري تسجيل 999,000 دولار مقابل هذه الدعاية الانتخابية لإدارة قناة الرافدين.